هادشي جديد على المغاربه. المغرب دوله ديال السلام، المغرب دوله ديال التسامح. هادشي جديد علينا وتصدمنا الى مشيتي. يعني حنا كمسلمين كنرفضوا هاد الامور هادي، وحنا يا مسلمين حنا دين سلام وماشي دين ارهاب. نحن كدفاع نستنكروا بشده هذا العمل الجبان، هذا العمل الذي لا يمس كما قلت الانسانيه، لا يمس لطبيعتنا واخلاقنا الاسلاميه السمحه. La solidarité exprimée par vous et le peuple marocain est évidemment remarquée au Danemark.